الدرج. والتنفيذ من ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي في القائم الاول. جول جول هيثم الشويني اسبق من الجميع. السد بالراس في زاويه بعيد على الحارس زياد جبالي، والهدف الاول للترجي في دقيقة 25. هيثم الشويني يفتتح التسجيل للترجي. كان اسبق من غازي عبد الرزاق في القائمة الثانية. هيثم الشويني يفتتح التسجيل ويعطي اسبقية 1-0 للترجي. رد فعل وغضب من المدرب فوزي المنزلتي ربما هي لوم على غياب الرقابة. 1-0 للترجي وصاحب الهدف هو هيثم الشويني. يلعب كورة لعمار الشمل، مرفوع عمار الشمل، غازي عبد الرزاق، ضربة جزاء، ضربة جزاء للنجم بعد لمسة يد من سامح الدربالي. سامح الدربالي استلام من غازي عبد الرزاق ولمسة يد في انتظار الإعادة. من لمس الكرة؟ الدربالي أم محمد علي اليعقوبي؟ ضربة جزاء يعلنها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف قبل أقل 3 دقائق من نهاية المباراة. هذه إعادة لتوزيعة عمار الدربالي. هو للمس الكرة. لمس ام لا؟ على كل القرار لمهدي عبيد شارف يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء للنجم في توقيت 89 دقيقة لعب. من سيتولى التنفيذ؟ بغداد بونشا. بغداد امامه معز بن شريفية. بغداد وبن شريفية. بغداد بونشاح في انتظار طبعا يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. بغداد يتقدم للسدد وهدف التعادل. جول هدف التعادل للنجم عن طريق بغداد بونشاح. أخيرا النجم يجد طريق الشباك في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. بغداد بونشاح من ضربة جزاء. التعادل الإيجابي 1-1. ورانو من خلال الإعادة للقطة ضربة الجزاء هي لمسة يد. أما اعتبر أن هناك اعتراض من وضربة ركنية. التنفيذ من مهدي سعادة. جول جول بغداد بونشاح. بغداد بونشاح في الدقيقة 3 من الوقت البديل يقلب كل المعطيات بعد أن كان النجم متأخر في النتيجة إلى حدود دقيقة 90 في الوقت البديل. يقلب كل المعطيات ويحول التأخر في النتيجة إلى أسبقية 2-1 بمطلع الدقيقة 4 من هذا الوقت البديل. نهاية مباراة مثيرة. بغداد بونشاح إعادة لركنية مهدي سعادة ورصية بغداد كان أسرع من محمد علي اليعقوبي. ينتفض النجم في الدقائق الأخيرة من ورد. عدل في مناسبة أولى في دقيقة 90 من ضربة جزاء عن طريق بغداد، وفي دقيقة 4 في الوقت البديل يعود بغداد لزيارة شباك معز بن شريفي.
هذه إضافة بغداد بونجي هداف النجم هذا الساحلي. تشبث النجم بخدماته، قلت هو على ذمة فريق السد القطري. يواصل المشوار في مسابقة كأس الكاف مع النجم. النجم يقرب المعطيات في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، يحول التأخر في النتيجة لأسبقية 2-1.